السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بكم أحبائي في قناتكم فلة للوصفات السريعة مع فيديو جديد. اليوم حبيت نشارك معكم وصفة تاع موسكوتشو أو كيكة بذوق البرتقال، رائعة في البنة. شوفوا لي هذيك الخفة. هذه الوصفة ننصحكم أنكم تجربوها، تقطر بالبنة وماكمش راحين تشبعوا منها. إذا نطولش عليكم أحبائي ونروح إلى تفاصيل الوصفة ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا في وعاء وضعت 3 حبات بيض بدرجة حرارة المطبخ، ضفت لهم رشة ملح وملعقة صغيرة فاني بودرة، وراح نضيف كأس إلا أصبع سكر ما يعادل 150 غرام. الكأس اللي دايما نستعمله بسعة 220 مليلتر. نضرب السكر مع البيض بضراب كهربائي حتى نحصل على مزيج كريمي أبيض. بعدها نضيف كأس إلا أصبعين زيت ما يعادل 120 غرام، نضيفه تدريجيا باستعمال سرعة الضراب المنخفضة حتى يدخل لي الزيت مليح مع المزيج. الآن راح ننزع الضراب الكهربائي، نضيف مبشور حبة برتقال وزوج ملاعق أكل بودرة الحليب وكأس إلا أصبع عصير برتقال ما يعادل 150 مليلتر. نخلط بضراب اليدوي حتى يذوب لي الحليب في المزيج. بعدها نضيف زوج كيسان تاع فارينة ما يعادل 250 غرام. نضيف أول شيء الكأس الأول مع كيس خميرة حلوى بوزن 10 غرام. كما لاحظتوا غربلت الفارينة، وبعدها نزيد نضيف الكأس الثاني. إذا نحاول ندخل الفارينة في المزيج السائل حتى تختفي تماما حويبات الفارينة. إذا هذا هو القوام اللي لازم تحصلوا عليه. الآن راح نفرغ المزيج تاعي في هذا المول اللي كنت دهنته بشوية مارغرين ورشيته بشوية فارينة. نحاول نسوي السطح تاع الكيكة، بعدها ندخلها الطيف في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة ما بين 170 إلى 180 درجة مئوية. هنا بعد ما فاتت 20 دقيقة دخلت عود تاع الشوا خرج لي ناشف، يعني هذا معناه أن الكيكة تاعي راهي طابت، وخرجتها من الفرن. نخليها تبرد ونروح نحضر صلصة البرتقال. استعملت 2 كيسان عصير برتقال، ضفت لهم 2 ملاعق أكل سكر و2 ملاعق أكل مايزينا. بالنسبة للسكر أنا استعملت 2 لأن البرتقال تاعي كان متوازن بالحلاوة. إذا كان البرتقال حامض تقدروا تروحوا حتى إلى 3 ملاعق. إذا نخلط مليح حتى تختفي الحبيبات تاع النشا. بعدها نوضعها على نار متوسطة ونستمر في التحريك حتى تبدأ تتقال لي هذه الصلصة. كما راكم تلاحظوا هنا نطفي عليها ونفرخها على الكيكة اللي كنت نزعتها من المول وحطيتها في صحن التقديم.
وهنا راح نزينها بشرائح حبة برتقال. شرائح قصيتها بسمك رقيق خلاص، ويبقى دائما التزيين اختياري، كل واحد واش يحب يزين الكيكة تاعو. هنا راني نضيف في القشور تاع البرتقال اللي كنت طيبتها في السيرو، هذه الكيكة رائعة، يعني مقادير تاعها مضبوطة، تجي خفيفة إسفنجية، وتجينا كذلك مندية من داخل، ما تجيش ناشفة، يعني وصفة رائعة وبنتها بنا ما نحكي لكمش. أتمنى أنكم تجربوها وتنال إعجابكم، وما تنسوليش أحبائي تضغطوا لي على زر اللايك وكذلك الاشتراك إذا مازال ما اشتركش، مع تفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، فضلا وليس أمرا. لاحظوا الخفة تاعها، وصفة فعلا تستحق التجربة. هنا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو، وبقى لي غير نقول لكم إلى اللقاء مع وصفات أخرى إن شاء الله. مع السلامة.